تكون عندنا جولة سريعة الآن لوادي بني خالد. احنا الآن متوجهين للبرك المائية. بادي بدا خطايا في الكل والغاية عزم تمشي واني عمان ذرع داري نعديني يا مطلق العيني لك اسمو ثناني والروح ذي كلها عاشقة بلادي ما شي عن غير الدني أمه وعمان العشق يا شطفة فوادي أبك حبا هذول الشباب جزاهم الله خير. اي عائلة عندها اغراض ايو يشلوا اغراضهم الين البرك المائية بس اغراض يشلوا وبعد مثل حد شياب كذا ما يقرأ يروح او شيء ها حتى شياب يشلوهم انزيب اطلبك طلب نعم ما يشل مبورك بس بسم الله كم بتاخذ عنا على مبورك ماشي بلاش مبورك والله خلاص طبعا انا اول حاجة عشان لا سمح الله لان في الطريق انا خطير زين نمكن بس الرسمه ايوه ايش خسي لا عشان ما تضيع عشان سيفتي سيفتي حزام ما يمزح امانه هاي شيله بتربط ما هاي عشان الحزام بس عشان الحزام مبارك يلا تمام حزام اللي ما الحبل يا الله مربوط وش قلت مربوط المشكلة مربوط ها تعبط الحبل ضيع 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 اللي هو يستخدم لإيش حل دوم يصلب البطن هاي سبطن ايوه هذا مسواك اتوقع ايوه مسواك وهذاك الثاني اللي حيسه بطنه ولا شيء اللي حيسه بطنه ايوه يشرب هذا ايش يسموه الدوية بالليمون ايوه وهذا الاسود بلا اعشاب بلا اعشاب كله عشان بطن هذا ايوه كل شيء بطن ايوه احنا متوجهين لمشاهده البرك المائيه تابعوا معنا اهلا شباب السلام عليكم انت من وادي بني خالد؟ نعم تعال انت الصغير ايش اسمك؟ سعيد ايش قبيلتك؟ سعدي سعدي والنعم كهلان السعدي كهلان السعدي خالد بن عبد المنصف السعدي والنعم من وين جايين؟ منا وين رايحين؟ نجيب شيء تجيبوا شيء؟ يعني تساعدوا الناس؟ زين الله يحفظكم الله يحفظكم والنعم فيكم والنعم فيكم يا عيال السعدي على طول الممر هني الفلج الماي يمشي وهني الوادي ما شاء الله تبارك الله وهني الوادي هذا الوادي ما شاء الله تبارك الله كان المكان أيوة. اسمك سالم بن خميس بن خلفاء بن سالم السعدي والنعم نعم سالم اذا بسالك عن المكان هني مكان جميل الماي الخضره أيوة. والناس الطيبه امثالكم موجودين صحيح المكان هذا ايش ينقصه دوره مياه دوره مياه مشي مشي الاخر ابدا زيرو يعني الحين السواح اللي يوها المكان احنا اذا بغير دورة مياه تروح بس قدام عند الشيشه ليه المحطه برا كامل ايوه بعيد مسافه 10 كيلو السلام عليكم شباب حياك الله انتوا عندك سواح اجانب نعم عندنا يجيونا سواح اوروبيين ايش المشكله عندكم والله مشكله دورات المياه من اسبوعين صار لي انا كمرشد سياحي ما في المنطقه ابدا حتى لتغيير الملابس الله يعزك ما في الله تعبنا معاهم ونكلم صاحب المكان ماشي اللي طبعا هو مسؤول عن المكان ومستفيد من المكان
على الاقل لو دوره لو يحطها. طبعا هذا بعد سمعوا من عند الاجانب معانا موجودين وهم بيعطوكم الكومنت وسمعوا من معهم. What is the problem please? The toilet was broken, has it been fixed? ان شاء الله next time. Pardon? Next time, inshallah. Future. Inshallah, inshallah. In future. I'm sorry, huh? Thank you. وقتك مبارك. ونعم دورات مياه نعاني منها كثير، يعني نحن كشركات سياحية نجيب معانا سواح أوروبيين يعني وياخذوا سمعة عن البلد، سمعة غير طيبة صراحة. وحاجات غير مكلفة يعني. ما في شيء يعني، وحتى لو بالأساس دورة المياه يحطونها مبلغ رمزي. مبلغ رمزي ما يمنع يا أخي، 100 بيسة يعني ما ولا شيء. والناس بتدفع. والحين بدت في مسقط دورات المياه بندفع فيها مبالغ 200 بيسة بس تدخل حمام، دورة مياه نظيفة جدا يعني ما تعاني فيها صراحة. وحتى لو هذه دورة المياه كنا نحن من سنين موجودين بس النظافة عديمة فيها، ما فيها نظافة أبدا يعني، بعض السواح حتى يرفض إنه يدخل. رسالتنا نوجهها لبلدية وادي بني خالد، رسالتنا نوجهها لسعادة محافظة شمال الشرقية. أتمنى فعلا الاهتمام بهذا المواقع السياحية. هذا الأجانب سمعتوهم، ما نتمنى فعلا أن الأجانب يجوا ويشتكوا. أجانب والمقيمين وأهل البلد لما يجوا لهالمكان الجميل ويستمتعوا بهالمكان الجميل ويجوا مع عائلاتهم، طفل يحتاج إلى دورة مياه هم بيروح، امرأة تحتاج لدورة مياه، تخيل تضرب خط إلى البارك ويحرك من البارك يحرك إلى محطة الوقود علشان يستخدم دورة مياه ويرجع مرة ثانية. أنا أتوقع أن هذا الشيء لا يرضيكم. أتمنى الرسالة تكون قد وصلت لكم. على جمال المكان وعلى البرك المائية والمكان اللي يسحر العين، ما شاء الله ما شاء الله على المكان اللي يفتح النفس. يا الله يا الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، مكان سياحي مميز جدا. هناك تصعد فوق تستمتع تشاهد البركة المائية، واحنا بنصعد على هذا الجسر. ايوه يا الله، شوفوا الاسماك ما شاء الله تبارك الرحمن، مكان جميل جدا جميل. شوف على مد البصر الماي والناس هناك. زين هناك اقول لك هذاك دورات مياه هناك ما في؟ ماشي دورة مياه. هذا هناك ايش؟ مقهى بس. بس؟ ايوه. من دون؟ بدون دورة مياه. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. الان كلنا امل باذن الله تعالى في كل محافظة ان تهتم بمواقعها السياحية وان تهتم بكل ما يخدم السائح. بعد اهتمام مولانا السلطان عزه الله برفع الدعم لكل محافظة من 10 مليون إلى 20 مليون ريال عماني. هنا كل اللي نتمناه فعلا الاهتمام أولا بمثل هذه المواقع السياحية، بحيث أن أبناء البلد ومن يسكن على هذه الأرض الطيبة لما يكون عندهم وقت فراغ إجازة بدل لا يخرجوا للخارج ويسافروا، يفضلوا إجازتهم أن تكون هنا في بلدهم وسط هذه المواقع السياحية حقيقة اللي فقط ينقصها بعض الاهتمام. وسمعت من الشباب يقولوا ان ايضا كانوا شباب هني مسؤولين عن عملية الانقاذ الان خلصوا، انتهى عقدهم، وفي ناس الان يتعرضوا لحالات غرق. طيب هذول من بينقذهم لغرقوا؟ من بيوجههم؟ من بيقولهم هنا لا تسبحوا، هنا خطير، هنا كذا؟ فبالتالي لابد ان ايضا الاهتمام بالسائح من كل النواحي. فريق الانقاذ هني الحين لما واحد يبي يسبح وبيقحم وبيسبح وما نعرف اذا السباحة مسموحة ممنوعة، زين فريق الانقاذ كانوا موجودين؟ موجود شخص هنا مال الارشاد. اي وينه؟ اسمه سعيد بن رزيق السعدي، كان هناك يجلس، موجود كرسي، موجود لائحه. والحين وينه؟ لحد الان بعد لحد ما عقدوا لهم يعني، متوقفين شباب. متوقفين؟ ايوه. من متى؟ عاد مده اسبوعين. يعني كانوا مرشدين هنا موجودين؟ ايوه. وحين توقف عملهم؟ وفعلين خير بعد مساكين والحين ماشي توقف. يعني كانوا يوجهوا الناس هني لا تسبحوا كذا. ايوه. فعلين خير يعني. والحين؟ الحين توقف مرة. وحين لو واحد غرق واحد هي؟ في سبيل الله. ها؟ في سبيل الله. لا إله إلا الله.